إيه العالم. الله، اللهم صل وسلم وبارك الله عليك ما يا شاء حبيبي الله يا رسول الله. ما شاء احنا الله. طبعا مشاهدينا وصلنا لفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه سقيا الماء، وبرحب بضيوفنا الداعيه الاسلامي دكتور صالح الشواف والمنشد محمود فضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ، ربنا يحفظك. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا صلى الله حبيبي يا على رسول سيدنا، الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاه والسلام. احنا طبعا خلاص مولد النبي قرب صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاه صلى الله والسلام، عليه وسلم. وشهر مولده خلاص داخل علينا، فعاملين النهارده الحلقه عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. أحلى حلقة وأجمل كلام اللي بيكون عن سيدنا النبي صلى الله عليه عليه الصلاه وسلم، والسلام وأجمل حديث اللي بيكون عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا ما عندناش أغلى منه عليه الصلاة طبعا عليه والسلام، الصلاه وما عندناش والسلام. أحب منه عليه الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فسيدنا النبي أغلى عندنا من أي حاجة صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا بيحبوا سيدنا النبي الحب ده. سيدنا علي كان بيقول: كان أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكانة خاصة في قلوب الصحابة، مكانة لمحمد الرسول الذي ابتعثه الله لينتشلهم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن عبادة الأوثان والأصنام إلى توحيد الرحمن الرحمن إلى توحيد الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك محبة محمد الإنسان، هذا الإنسان العظيم محمد كإنسان يا أستاذ دعاء، نموذج أمثل ندر أن يكون هناك في التاريخ مثله صلى الله عليه وسلم، بل لا يمكن أن يكون هناك في التاريخ مثله صلى الله عليه وسلم. نموذج إنساني فريد لا يتكرر في خلقه ورحمته ورفقه ولينه وصفاته الإنسانية ورفقه بالناس وتعامله مع الخلق صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول الصحابة أحب محمدا كرسول وأحب محمدا كإنسان، فتعلقوا بمحمد الرسول وتعلقوا بمحمد الإنسان. ولذلك لا تعجبي حين تجد الصحابة مستعدين يضحوا بكل حاجة عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد سيدنا النبي الموقف يتأزم في أحد، فتأتي امرأة يقال لها نسيبة، صحابية من صحابة سيدنا النبي، وتقف تحمي سيدنا النبي بجسمها، لدرجة أن سيدنا النبي يقول: فأنظر عن يميني فلا أجد إلا نسيبة، وأنظر عن شمالي فلا أجد إلا نسيبة، نسيبة نسيبة نسيبة. ويجي صحابي جليل طلحة، سيدنا طلحة في اليوم ده يقف يحمي سيدنا النبي بجسمه، وتنهال عليه السيوف والسهام والرماح، وبضحي بنفسه وبضحي بروحه فداء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يخلي سيدنا علي بن أبي طالب ينام في فراش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وسيدنا أبو بكر يمشي شوية عن يمينه وشوية عن يساره، وتارة من أمامه وتارة من خلفه صلى الله عليه وسلم، في مشهد مهيب كل شعاره الحب، حب الصحابة لسيدنا النبي، كان حب عالي جدا، كان حب عالي جدا من أصحاب سيدنا النبي للنبي عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة يا أستاذ دعاء مرض، فالنبي سأل عنه: أين فلان؟ قالوا: مرض يا رسول الله. فسيدنا النبي راح يزوره، قال: ما بك؟ قال: يا رسول الله والله ما بي وجع وما بي مرض، أنا ما فيش فيها حاجة جسمانية أو جسدية غير أني أحبك، فآتي إلى المسجد فأنظر إليك، فإذا رجعت إلى بيتي رأيت أنك يوم القيامة تكون مع النبيين والشهداء والصالحين ولا أراك فأمرض. أنا خايف حضرة النبي ما بقاش معاك في الجنة فبتعب. أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال له: أبشر فإن المرأة مع من أحب. ودي البشرة لينا إن إحنا بنحب سيدنا النبي، فيا رب احشرنا مع سيدنا النبي واجمعنا في الجنة يا رب بسيدنا وحبيبنا النبي سيدنا صلى محمد، الله عليه ونشوف وسلم. أول تقرير خير ومؤسسة سقيا الماء في حلقتنا النهاردة. عداد الحسنات اللي مش هيقف ابدا، انما شغال لصاحبه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. احنا دلوقتي موجودين مع مؤسسه سقيا الماء في محافظه مرسى مطروح، بنستلم مجموعه من الابار بفضل الله عز وجل قامت بها مؤسسه احمد بن زايد ال نهيان الخيريه بدوله الامارات، بالتنسيق مع سفاره الامارات في جمهوريه مصر العربيه، بالتعاون مع مؤسسه سقيا الماء. والحقيقة كما عودتنا مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان على أعمال الخير ليس في دولة الإمارات فقط، بل يعني تمتد أيادي الخير لديهم لتقوم بأعمال الخير في خارج دولة الإمارات بفضل الله عز وجل. وهذا هو العمل المبارك الذي يرجى أجره ويرجى ثوابه من رب العالمين.
ولما لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. هو ده الأجر اللي هيبقى، هو ده الأجر اللي هيستمر. سيدنا النبي قال لنا ان في سبع حاجات اجرهم مستمر للانسان حتى بعد موته. قال: سبع يجري اجرهن للعبد في قبره، من ورث علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ترك مصحفا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له. فيا مسلمون، قدموا لانفسكم الخير وأنتم في الاستطاعة، وجزى الله خيراً كل من يقوم بهذه الأعمال المباركة، كل من تمتد يده بالعطاء والخير. مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان اليوم تضرب مثالاً في البذل ومثالاً في العطاء بالتعاون مع مؤسسة أخرى. هي دي الروح الحقيقية اللي محتاجينها في العمل الخيري. فيا رب اجعل أيدينا ممدودة بالخير دايماً، واجعلنا يا رب على الخير أعوانا، وللخلق يا رب وللفقراء خداما، اجعلنا رسل رحمة لخلقك يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. يا رب توايا يا 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 رب، يا رب توبة نصوحة بعد عصياني، بعد عصياني، بعد عصياني، قبل أن أشيب وأنحني وأمشي بعصياني. القلب نادم، القلب نادم، لكن العين، لكن العين عصياني، عصياني لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لجل النبي، ولجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لجل النبي. يا إله الكل كل كل، لجل النبي، لجل النبي، انت عالم بيا كل كل، لجل النبي، لجل النبي، يا إله الكل كل كل، لجل النبي، لجل النبي، انت عالم بيا كل كل، لجل النبي، لجل النبي. يظلموني ما انت شايف، يتهموني برضه عارف، يظلموني ما انت شايف، يتهموني برضه عارف، من عبادك ايه حصل لي، ايه حصل لي، انا في جاه النبي، تقبل صلاة على النبي، انا حبيب سيدنا النبي، تقبل صلاة على النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، والعادة حلوة والنبي مع النبي. اللهم
صلي وسلم على سيدنا محمد. صلى الله. كلمة أخيرة شيخ صالح، يعني ببركة محبة سيدنا النبي والكلام على سيدنا النبي، أنا مستبشر خير بالحلقة دي إن شاء الله عز وجل، إن هيبقى كلها جبر خاطر بفضل الله لخواطر الفقراء والمساكين اللي بتقف معاهم مؤسسة سقي الماء وبتدعمهم. إحنا هنبدأ محطة في الصعيد يا أستاذة دعاء تقريبا بتكلفة 10 مليون جنيه إضافة لأنشطة المؤسسة في مطروح وفي غيرها من محافظات الصعيد، ومحتاجين دعم كل يعني أهل الخير ومحب الخير اللي بيوقفوا دايما مع مؤسسة سقي الماء. الأرقام موجودة على الساسة، يعني مستبشرين خير بهذه الحلقة أن تكون إن شاء الله عز وجل تيسير وفتح، وإن شاء الله نتمم هذا العمل على خير ونحتفل قريبا هنا في بيت دعاء بإتمام هذا العمل بإذن الله. إن شاء الله ربنا يكرمكم ويتقبل، وشكرا ليكم، شكرا لكل مشاهدينا، وأسيبكم مشاهدينا مع آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة. عشان نستلم ثلاث أبار مع سفارة دولة الإمارات ومؤسسة أحمد بن زايد النهيان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقي الماء. ثلاث أبار هنستلمهم إن شاء الله النهاردة في محافظة مرسى مطروح. البير ده ورا قصة، البير ده شراكة، شراكة إمارية مصرية. الخير بيكبر وبيوسع وبيخرج بره بلدنا، وهدفه نخدم أهل بلدنا. ولما لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. هو ده الأجر اللي هيبقى، هو ده الأجر اللي هيستمر. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، واليسر والعسر أوقات وساعات، وأكرم الناس عند الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالإنسان لما يكون ذا نفع وله أثر طيب في الأرض ويضرب بسهم هنا وهناك، دي تجارة مع ربنا يا سبحانه. شكرا مؤسسة أحمد بن زايد، شكرا مؤسسة سقي الماء، شكرا لكل الناس اللي بتدعم وتتواصل وتتعاون مع مؤسسة سقي الماء في داخل مصر وفي خارجها. البير رقم 1000 مؤسسة سقي الماء، صدقة جارية للحاجة ثريا محمد راشد، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتها. تخيلوا، هي ما تعرفش الناس دول، ما تعرفش البير بتاعها هيخدم مين بعينه، ولكن هي بتاخد دعوات من كل من يستفيد من هذا البئر. تخيلوا حركوا على مدار الفترة اللي فاتت ان صدقتوا فينا ودعمتونا على مدار كل اللحظات، لو قلنا في اهالينا محتاجين ومحتاجين دعم حضراتكم، بقى في 1000 بير بيخدم 1000 واكتر من اسر كتير بتستفيد من البير دوت. انا عايز اقول ان ال1000 بير دول يعني 1000 مؤسسة. لما كل بير يخدم ما شاء الله، انا لو انا عديت البيوت ديت حوالي 7 8 10 بيوت حوالين البير ده، يعني هتلاقي مثلا متوسط 40 50 فرد. فرحة الألف بير يعني دي حاجة، لو بتكلم بقى على مستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسة، المستوى الشخصي أنا كنت بحلم إن أنا أكون واقف قدام البير رقم 1000 وبركبه. ده يعني ربنا يتقبل مني أنا شخصياً اللي عمل ده أو الخير ده، ومن المؤسسة إن إحنا في خلال أقل من سنتين نقدر نوصل لألف ومئتين بير. أعتقد ده إنجاز كبير جداً، منعكس من ثقة المتبرعين فينا، والحمد لله المصداقية بتاعتنا إن إحنا كنا دايماً معاهم فيها. يعني هي دعوة للخير أستاذ عزت، البير رقم 1000 ما شاء رب العالمين، ولسه وفي انتظار المزيد والكثير إن شاء الله. دعوة للخير، دعوة لفعل الخير لتحقيق الأمر الإلهي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان.